صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 27 لسنه 2024 بتعديل المده الاولى من القرار رقم 9 لسنه 2023 باعاده تشكيل اللجنه الوطنيه للطفوله وذلك بناء على عرض وزير التنميه الاجتماعيه وبعد موافقه مجلس الوزراء جاء فيه يضاف بند جديد برقم 13 الى الماده الاولى من القرار رقم 9 لسنه 2023 باعاده تشكيل اللجنه الوطنيه للطفوله ويعاد ترتيب باقي بنود الماده تبعا لذلك نصه الاتي رئيس وحده حمايه الطفل في الفضاء الالكتروني ممثلا عن وزاره الداخليه.